ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم فيديو جديد. بصوا، مش فيديو كده كالعاده، لا هو مش روتين ولا حاجه، بس قلت ايه مبدئيا كده اعمل الفطار معاكم. النهارده ما كانش عندي شغل ولا حاجه كتيره، وكنت مزعلانه كده من شويه حاجات كده بتحصل في القناه عندي، فقلت هطلع فضفض معاكم شويه. بس طبعا يا رب تتقبلوا الفيديو ده. عادي يعني يا جماعه اني مثلا لما الاقي ضغط كده كومنتات على حاجه معينه واكون مظلومه مثلا فيها، عادي لما انا اطلع اتكلم معاكم كلمتين واوضح كمان اللي حصل، لان الموضوع زاد جدا، فهتعرفوا كل حاجه وهتعرفوا انا بتكلم على ايه. بس ايه، قلت يعني احضر معاكم الفطار الاول. المهم بقى يا ست الكل، لو لسه جديده معايا يلا خدي كده جوله في القناه، لو عجبتك فضلا وليس امرا اعملي معانا اشتراك. يلا يا جماعه لايك وكومنت عشان الفيديو يترفع. طبعا اما بحس ان انا محتاجه اتكلم معاكم، ما احس مثلا لا ضروري بقى خلاص كده كفايه وفاء بقى سكوتك دوت، لا اتكلمي بقى لك حق الرد. فقلت خلاص انا هعمل الفطار كده واظبط الجمجمه كده في فنجان قهوه واطلع اتكلم معاكم شويه. طبعا البوريك دوت انا كنت عاملاه معاكم فيديو لوحده، فالنهارده بقى قلت كده فطار خفيف ظريف كده، وقلت ايه اعمل بتاع دوت شاي بلبن كمان معاكم، فقلت يلا افطر كده على السريع. طبعا اللي ما شافش الطريقه بتاعت البوريك دويت، لو عايزين مثلا ان انا احطها لكم في لينك مثبت قولوا لي تحت الكومنت وانا احط لكم فيديو بتاع طريقه البوريك ديت، جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. المهم بقى يا رب تتقبلوا كده كلامي وتفهموني للاخر. يعني النهارده بقى زي ما انا قلت لكم كده، هو مش فيديو روتين ولا حاجه، انا قلت بس اعمل كده فقره الفطار معاكم. وبص انا طالعه ارد كده على كذا حاجه النهارده، وطبعا ما حدش يخش يقول لي ايه بقى ما تزعلوش مني، لا يا وفاء ما ترديش، لا كبري دماغك، لا من حق الرد. وطالما الموضوع زاد قوي يبقى محتاجه ان انا اطلع ارد. دي قناتي وده شغلي وده تعبي، ولما بتظلم في حاجه بيصعب عليا نفسي قوي، ان يعني انت ليه ساكته، انت ليه مكبره دماغك، انت فعلا بتاكدي لهم مثلا ان انت قصدك ده؟ موضوع زاد قوي. طيب هتكلم معاكم كده في حاجه، في كذا حاجه مش في حاجه واحده، هتكلم معاكم النهارده في كذا حاجه كده بيجي لي انتقادات عليها. واليومين اللي عدوا دول على قد ما انا فرحانه الحمد لله بالفيديوهات اللي انا بعملها، اذا كان مشاهدتها عاليه او مش عاليه، بفرح من الكومنتات بتاعتكم ان فيديوهاتي الحمد لله عجباكم وان الدنيا تمام، يعني بتعوضي تعبي على طول زي ما بقول لكم كده. هكلمكم في كذا حاجه بقى، هبتدي معاكم كده في اول حاجه. طيب نبتدي بقى بالفيديو اللي انا نزلته. بصوا يا جماعه، انا كل شهر بعمل فيديوهين، اللي هم ايه، كل شهر في فيديوهين معينين بعملهم معاكم، اللي هو الفيديو اللي انا بجيب حاجات المطبخ اللي هو المكرونه والرز والكلام ده والزيت، وبعمل لكم فيديو عنه تمام. وبعد كده تاني فيديو بنزل لكم الحاجات اللي هي بقى الزفر، اللحمه والفراخ والكلام ده، وبقسمها معاكم. هما الفيديوهين دول اللي بعملهم كل شهر تمام، ان شاء الله من غير مقاطعه، ان شاء الله من غير مقاطعه كل شهر بعمل معاكم الفيديوهين دول. الفيديو بقى الاخير اللي هو بتاع شهر واحد اللي انا عملته معاكم دوت، اللي هو كان برضو الحاجات اللي انا كنت جايبها من المحلاوي، اللي هو الزيت والسكر والكلام ده كله. بص يا جماعه، انا محدش هيحاسب، بص محدش هيحاسب العباد الا ربنا تمام. صعب قوي لما تلاقي بني ادم قاعد يحاسب بني ادم، بني ادم هو اللي قاعد بيحاسب بني ادم. طب انت ربنا راح فين؟ ربنا هو اللي عالم بنيه البني ادم ده، وهو اللي يحاسبه على الحلو او الوحش او اذا كان طريقته ايه. عايزه اقول لكم على قد ما انا فرحت، استنى بس عدل الطرحه دي، على قد ما انا فرحت بمشاهده الفيديو، الفيديو عدى 16000 ولا حاجه، على قد ما انا متضايقه من الكومنتات اللي بتيجي. في كومنتات جميله جدا، وبصوا في ناس كتير ذوق ذوق جدا، وفي ناس من الفيديو ده دخلت لي كتير، يعني الفيديو ده لوحدي جالي منه ب 500 مشترك، كنت مبسوطه جدا. مش هقول لكم لا، انا ما غصبتش الناس ديت ان هي تخش قناتي الحمد لله. وناس بتقول لي يا وفاء احنا معجبين بالفيديو عشان انت كاتبه الاسعار رغم ان انت بتقوليها، وكانت اول مره ان هي تشوفني تمام. تمام فتمام، اسلوبهم حلو وفي احترام. في ناس دخلت قالت لي وفاء لا ده مقاطعه ما تبقيش تجيبي تاني. حاضر تمام والله غصب عني. ايه بقى اللي حصل واللي عمل الحوار الجامد ده؟ عايزه اقول لكم الفيديو ده قايم نايم عشان علبه النسكافيه اللي انا جبتها.
اقسم لكم بالله انا لحد الان ما اعرف ايه اللي مقاطعه وايه اللي مش مقاطعه، بس عشان لاجل الحلفان حفظت كذا حاجه. بصوا يا جماعه، البني ادم بيبان عليه اذا كان بيحور اذا كان بيكذب، بيبان عليه. تمام، انا ما بخافش من بني ادم خالص. تمام، انا ما بخافش من اي بني ادم، الحمد لله ربنا هو اللي حاسبني على نيتي وانا حره. في قنوات كتير بتخش تجيب الحاجات اللي هي مقاطعه، وادي الرز اهو والزيت ومش عارف، وفي حاجات كتير مقاطعه ما بيهمهاش. تمام، لكن انا مش خايفه من الجمهور ولا المتابعين ولا اللي بيشوفني ولا ده، لا لا، انا عامله حساب للناس اللي بتشيل عيالها متقطعين دول. انا واحده ربنا ما يكتبها عليكم يا رب، قلبي اتحرق على عيلين، فيمكن يعني انا من الناس اللي تبقى حاسه بالناس ديت قوي. عارفه ان كلكم طبعا حاسين بيه، بس اللي فقد ضنا في يوم من الايام بيبقى اللي لمس الحاجه دي بيبقى عذر اللي قدامه لما بيحصل له نفس الموقف. اكيد انتوا فهمتوني انا قصدي ايه. انا لا بطلع انكد عليكم ولا بطلع اعمل حوارات، وعلى طول بضحك طول الفيديوهات، بس ربنا هو اللي عالم. لما بشوف الفيديوهات بتاعت فلسطين واللي بيحصل، ربنا عالم انا بتقطع ازاي. فقلت يعني اقل واجب نعمله مع الناس ديت ان احنا نعمل مقاطعه على المنتجات. انتوا فاهمين احنا ما بنرضاش نتكلم كتير في القنوات عشان غلط ان احنا نتكلم في كده. تمام، ولو مش غلط انا هتكلم في كتير قوي. فغلط انا بقصر لكم. يعني انا معايا البرنامج اللي هو بيعرفني ايه اللي مقطع وايه اللي مش مقطع، لاني انا مش عارفه، انا برضو معظم الناس زي كده. وفي اكتر من حد فيكم قال لي برنامج كذا يا وفاء هو اللي بيعرفك مقطعه ومش مقطعه. بنتي حملت لي البرنامج وقالت لي ايوه ماما برنامج دوت هو اللي ايه يعرفك. انا بروح بالبرنامج ده. بصوا بقى، اخر مره كان معايا تامر وكان معايا زياد، وطبعا كان ده في ايديا. بتقول لكم انا اهو. تعالي سلمي على حبايبك. معلش اعذروني لو هتكلم معاكم كلمتين في دول، بس بفضفض معاكم. يعني انا ما بعملش فيديوهات كتير فيها حوارات ولا كلام عشان ما تزهقوش، انا على طول الروتين بتاعي. فهي علبه النسكافيه اللي جبتها، والله العظيم زي ما هحكي لكم كده ده اللي حصل. بصوا يا جماعه، انا طلعت اقسم بالله في اليوم ده مسروق مننا البطاريه بتاعت التوك توك، ومسروق مننا الستاند بتاع التوك توك. دخلنا في 2500. هل انا عملت لكم فيديو كتبت لكم ده احنا اتسرقنا وعملت لكم حوار؟ ما عملتش حاجه، بس قلت لكم حصل معانا موقف وحكيته لكم. تمام، لو انا بتاعت حوارات هعمل حوارات كتير يا جماعه والله العظيم، لكن انا مش كده. فيا ريت زي ما انا مش واجعه دماغكم ما توجعوش دماغي. والناس اللي بتخش جديده يا ريت تخش على كام فيديو عشان تعرفي منه وفاء. وفاء دي تلقائيه بتاعت حوارات بتاعت تفهميني، مش من اول فيديو تقومي حاكمه عليا. دخل لي كومنتات كتير يا جماعه من الفيديو ده، لحد النهارده الكومنتات مش خش اصلا على الفيديو لو انا كدابه هتشوف. انا في كومنتات شلتها لان كان الكومنت باستهزاء. تمام، كومنت كان بطريقه مش كويسه. تمام، لو عيله بيكتبوا لها كومنت مش هيكتبوه بالطريقه ديت. يعني لو عيلها يحترموها، يقول لك احترم الصغير يحترمك. دخل لي كومنتات كتير بطريقه مش كويسه. ايه يا مدام، ايه يا هاني، ما انتش معاك البرنامج بتاع المقاطعه، ومش زي ما عرفتيش النسكافيه دوت من اول المقاطعه، ده هو اول. في ناس كتبت بطريقه حلوه وانا احترمتها ورديت عليها بكل احترام وقلت لها والله ما خدت بالي وان شاء الله اخر مره. هل انت هتديني حاجه؟ مش هتديني حاجه، بس طالما كلمتيني باحترام هرد عليكي باحترام. في ناس اتكلمت بطريقه مش كويسه انا ما ردتش عليهم، وفي ناس شلت الكومنتات بتاعتهم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا كان معايا زياد ابني وتامر جوزي معايا. تمام، بنجيب الحاجه، اي حاجه بجيبها. ست اسكتي انت بقى، قاعده لكم ورا الستاره عماله تتكلم. اي حاجه بجيبها بشوفها الاول بالبرنامج، لاني مش عارفه، انا مش حافظه مش هكذب عليكم. اي حاجه الاول بشوفها بالبرنامج دي مقاطعه ولا لا. خلصت كل الحاجه بتاعتي وخلاص، والله احنا رايحين نحاسب. راح زياد جايب لي علبه النسكافيه اللي هي الجولد. تمام، بصوا انا مش هحلف لكم كتير، ربنا اللي عالم. لو انا بكذب ربنا يديني على قد نيتي، لو انا صادقه ربنا يديني على قد نيتي. حطيتها على طول في العربيه ورحت حاسبت، ما ركزتش، انا كنت شلت خلاص الموبايل وراح احاسب. تمام، بصوا يا جماعه ركزوا شويه في اللي بتعملوه. لو انا ست خبيثه ولا ست بستعبط زي الكومنتات اللي جات لي، ولا اشمعنى ده جبتيه مش مقاطعه وده مقاطعه، ما انا كان ممكن ما ابين لكمش علبه النسكافيه. صح ولا انا ايه؟ كان ممكن ما بينش علبه النسكافيه، ممكن اجيب حاجات كتير مقاطعه وما بينهاش. تمام، لكن لا، انا قلت الصراحه، قلت لكم يا جماعه والله ده ابني حطولي في العربيه وانا رايحه احاسب. حتى برضو انا ما ركزتش ان هو مقاطع ولا لا لما انتوا قلتوا لي. رحت داخله فعلا بالبرنامج وخدت العلبه تاني بعد ما جيت هنا، قلت يا نهار ابيض، عادي عادي يا ست، حاجه وعدت، حاجه بسيطه مش مقصوده. عاملين لي موضوع والدنيا في ايه؟
في ايه يا جماعه؟ مش كده، ما انا ممكن اعمل زي شبارك كتير واجيب، ده الحاجه رخصت اللي هي مش مقاطعه واجيب. لا انا مش عامله حساب لحد غير للناس اللي بتتقطع قدامي دي، بقول اقل ده اقل واجب. تمام. بس راحت برد على واحده من ضمن اللي برد عليهم، فبقول لها والله انا ما خدت بالي ده كذا كذا، بحكي لها اللي حصل ده، كتبت لها كده يعني بالاختصار. تمام. ففي ايه؟ راحت قالت لي لا ما انت جايبه برده ازازه الكنز. بصوا يا جماعه، انا وانا بجيب الحاجه معايا كنده، طول ما انا ماشيه بجيب الحاجه كنده صغيره، عيله عندها 3 سنين. تمام. مش هتشبط في حاجه، بتشبط في حاجات كتير طبعا، بتزن وبتعيط، دي مش هتفهم مهما اقول لها دي مقاطعه، هي دي هتفهم حاجه؟ فشبطت في كنزايه، فاضطريت ان انا اجيبها لها. خلاص عادي، بقول لكم دول بتوع كنده، مطلعه البتاع الكوره اللي هي البيضه دي اللي بيجيبوها فيها ملبس ومش عارف ايه ولعب، هي على طول تدخل تشبط فيها. وكنزايه عاملين لي حوار، والدنيا قامت وقعدت. في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ امال لو بعمل حاجات كتير زي ناس كتير هتعملوا ايه؟ في ايه؟ مواضيع على مواضيع، في ايه؟ فحذرت كتير كومنتات، وبقيت مستغربه على قد ما مشاهده الفيديو عليت، على قد ما انتوا كسرتوا بخاطري برضو. يعني مش طريقه، مش طريقه. في ناس كتير قالت لي خدي بالك، خلاص عادي، اه ماشي تمام يا حبيبتي كتر خيرك. فبستغرب، فالله يسامحكم الناس اللي كتبت كومنتات، وانتوا ما شفتوش الكومنتات عامله ازاي. الله يسامحكم يا رب، مش هقول غير كده. خلاص ده موضوع الفيديو اللي انا اتكلمت فيه. معلش انا اسفه يا جماعه ان انا طولت عليكم، بس يعني اعتبريني انا على طول شغاله وتعبانه وطفحه الاندله، فاعتبريني بفضفض معاكم النهارده. بصوا بقى، من الوقت للتاني الفيديو ده انا مش عارفه هينزل لكم امتى، لاني معايا فيديوهين تانيين. لقيت لكم من الوقت للتاني الاقي كومنت زي ده تعدلي. وفاء يا ريتك تبطلي رغي كتير اثناء الفيديو، مش طريقه، مش طريقه. اه والله العظيم. طب خلينا كده يعني ايه، اقول لك انا الجمله ديت زي ما انت بتقولها لي، اقول لك بطلي رغي كتير، ايه شعورك دلوقتي؟ مش الطريقه ديت تكسفك تحرجك؟ على طول اقول ليه، ليه خلينا طريقتنا كويسه وباحترام مع بعض. الكومنت ده انا مش فاكره صاحبه الكومنت اسمها ايه، بقى علينا. انا شلت الكومنت من قدامي عشان الكومنتات اللي بتستفزني بشيلها خالص، بريح نفسي. بصوا يا جماعه، الفيديو اللي كنت بقسم فيه الفراخ واللحمه ومش عارف ايه، هتاخدوا بالكم ان انا عملت دقيقتين ثلاثه مش فاكره قد ايه من غير صوت، ما كنتش بتكلم، بقطع اللحمه وبكيس ومش عارف ايه. قلتوا لي ايه؟ لا يا وفاء الفيديو كده ممل، احنا بنحبك ان انت تتكلمي. لا يا وفاء الفيديو كده ممل، انت ما بتتكلميش ليه؟ فانا فعلا كنت ساعه الفيديو ده كنت تعبانه، وقلت اجرب كده ان ايه، زي ما بعض الناس بتقول ما عجبكمش، صح؟ ما عجبكمش، فما بقتش عارفة أراضي مين وزعل مين، ولا مين الصح ولا مين الغلط بجد. اه والله العظيم، فمش عارفة انتوا شايفين ايه. اقفلها اقفلها خالص. فبصوا انا طالعة بعتب عليكم بكل احترام وبحبكم بردك، وكل اللي انا طالباه اني مهما كون انا بهزر وبضحك، مش معناه كده ان انا ست مهزقة، والله لا، مش معناه ان انا اتهزق، لا بالعكس، والله معناه ان انا بحب ان انا اقرب منكم على طبيعتي جدا، ويعني عندي تلقائية، ممكن ساعات بتزعلني من نفسي لان في ناس بتقلبها باستهزاء ليا. فأنا برضو مش هتغير، انا برضو مش هتغير، انا زي ما انا، انا زي ما انا يا زميل. على رأي شفية. معرفش يعني، مش عارفة والله، مش عارفة، بس انا حبيت افضفض معاكم واقول لكم ايه موضوع بطل رغي اثناء الفيديوهات ديت. طب اسيب لك فيديو روتين بنظف وبعمل بالصوت الطبيعي زي كنده وخناق اخواتها، وساعات تامر جوزي بيزعق، او ايه رايكم اسيب لكم هو الصوت ده؟ بلاش انا اتكلم. انا طبعا الفيديو ده هنزله لكم على كده. اسفه اسفه ان انا طولت عليكم ورغيت زي ما هما بيقولوا، ومستنيه برضو ان انتوا تردوا عليا. تمام تمام، وهقول لكم مع الف سلامة. انا زعلانة من كتير ومبسوطة من ناس كتير برضو في حياتي الحمد لله، على قد ما في ناس بتخش بطريقة وحشة، على قد ما في ناس برضو كويسة كتير. هقول لكم مع الف سلامة، مع السلامة.